السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي هنحط مجموعة من البوينت من خلال كود البايثون. اقول له بايثون سكريبت. طيب ايه المدخلات بتاعتي وايه المخرجات؟ خلينا ندخل نكتب الكود مباشرة. مش هحط اي مدخلات، يعني مش هاخد من اي حاجة، ومش هحط اي حاجة برضو في المخرجات. طيب تعالى نشوف. طبعا هيبقى فيه اوت زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. طيب خلينا في الاول خالص هعمل مصفوفة فاضية خالص وأبدأ أضيف عليها القيم بعد كده. يعني هقول له out point هتساوي العلامتين دول، يعني مصفوف مفهومش أي قيم، يبقى كده فاضية خالص. بعد كده هقول له for i in range، يعني من اعتبر ان الاي دي مثلا من 1 لحد مثلا 50، من رينج افتح قوسين وهقول له مثلا 13 يبقى كده مثلا ايه، من 0 ل 13. وبعد كده هحط النقطتين بتوعي اهوت واقول له انتر، وبعد كده تاب. وبعد كده هعمل مصفوفة تانية على اساس ان انا شغال في الاكس وفي الواي، فاعمل مصفوفة تانية اسميها مثلا out point 1، تمام. ودي برضو هحط لها القوسين دول. طيب وبعد كده هقول له لوب تاني for بدل اي دي هخليها مثلا جي، for جي ان رينج اقول برضو 13، او خليها مثلا 5 عشان ناخد بالنا بس ايه من الفرق. وبعد كده بقى ايه، هحط حاجة في اللوب. عشان ابدأ احط حاجة في اللوب ادوس تاب عشان اعرف ان الحاجة دي تابعة للفور. اقول له بقى ايه بوينت ليه دوت اد، هبدأ اضيف بقى في قلب المصفوفة ديت. اقول له اد بوينت والبي تبقى كابيتال دوت باي كوردينيتس. طيب باي كوردينيتس بديله تلات قيم اللي هي الاكس والواي والزد، فهفتح القوسين كده واقول له هات لي الاي والجي والزد خليها بواحد. وبعد كده اقول له المتغير اللي هو الاولاني اللي هو اوت بوينت ده هيسي ادوت اد، حط لي فيه البوت بوينت 1. وبعد كده اقول له الاوت، الاوت لازم تبقى كابيتال بتساوي الاوت بوينت. بقول له رن، هيبدأ يعمل لي المصفوفة بالشكل دوت. تقدر تقول له بدل 5 دي مثلا تخليها 12، يظهروا معايا بالشكل دوت.